بيت نمشي والمايا والدخلة بتاع مايا. أهلا ميسا، أنا كالعادة كما تعرفني كنت في لندن قاعدة نعمل في بوز من ليتود بتاعي. بالنسبة للعربي وسامي انا ما كنتش تقعدوا تضحكوا ليه؟ علاش تضحكوا؟ على خاطر عربي مسيس نهج لندن صحيح ما يعرفش. وانت تعيش هذيك؟ انا نعيش في لندن، انا نعيش في لندن دونك دونك ديما نجي نصور نهارين ونرجع نهار اليوم نهار التصوير وترجع لندن. وانا بابا بابا يسكن هنا عند شهر مريتو. دونك قلت لك وين نعمل في بوز من القرايه، قلت هيا نشوف شنو اكتواليتي في تونس. قاعده نشوف يا اخي عرضني كليب نرمين صفر اسمه على سرير النوم دلعني. شوفوا معنا اكستري ساعه. وانت في لندن؟ بون خاطر نتبع في الاكتواليتي نتاع تونس في لي باج توينسا مش في لندن، ما وصلش لندن. انا ما فهمتش نرمين صفار شنو تخيل روحها، مش في بالها هي جيلو ولا بيونسي ولا ريانا. يا اخي ماهيش معناتها نتاع شو هكيكا ياسر اوفر اللي عملته بصراحه، خاطر احنا توينسا اوفر اوفر على الاخر معناتها التيم نتاع الكليب فهمت؟ تيم كيفاش في الفرش وكل شيء والكليم زيدا هو اسمه هو انا على هو الكليم هكاك دونك احنا احنا رانا توينسا احنا رانا توينسا مع الحاجات هذوما فما كيدز وفما دي ادوليسون دونك ما عجبنيش برشا هذيك هي اللي رميت صفار خير من تعمل كليب في مجال ساعه بالعكس الكليب بالنسبه اولا الغنيه هذيك هي اوماج لحبيبه مسيكا اللي حتى الجيل القديم من اللي سوا ديزون توجدوا بعد حبيبه مسيكا الفنانين ما عمل حتى حد اوماج حبيبه مسيكا وقت اللي مشات لزاني فان مصر قلبتها على ساقيها والغنيه هيك مصريه ونرمين صفار غنيتها كما يجب وعملت لها توزيع جديد بتات اخر اما محليها ولي كوريكت كليبيها وشنو زيد وشنو ناقص على بيونسي على خاطر بيونسي أمريكية ما نجموش نعملوا بيونسي في تونس ونعملوا داشكون في تونس اللي تعرفوا منتي في لندن يعني مايا شابة محافظة إلا ما شابة محافظة ما تحبش نمين أسفر تقدو تلزم حاجة تقدو لا لا برافو أنا ما نعرفش أنا لغمين خليها شابة تفضل مايا. انا بون ما نعرفهاش الفنانه اللي حكيت لي عليها ما عمري ما سمعت بها في باليش حكيت الاستواغ نتاع الكليب اما هي معناتها تعمل في الشو اما ماهيش بيونسي وماهيش ريانا. هي ما تقدو. معناتها الشو نتاعها ناقص شويه. انا تونيزيين تقدو قدمتو وتهبلوا محلاه ونزال. احنا التوينسا بي انتم احنا التوينسا ساعات تقولوا كاين لبسنا عريين ولا حكايه مش نتاعنا. اما ساعات كي تعمل انسان انت تحبه ولا يعجبك اوكي شنو هو المشكل؟ بالله سامحني تو هي نرمين صفر كيف معناتها كي باش تحب نرمين صفر كي باش تعمل كليب نرمين صفر شو تحبها تخرج عادل علمي ما باش تخرج نرمين صفر هذيك هي معناتها وحلو ولا انا ما نعرفهاش ما تبعش برشا ليه حلو بالحق انا شفت الكليب حلو مزيان محليه علاش بالحق علاش نقصوا بعضنا كيما قلت بيونسي يعني نرمين صفر نرمين صفر كي تحل لايف يا لالا تهزها تونس وتحط ما عرفتش انا مانيش نتبع فيها حتى مايا حتى مايا راهو دونك مايا كي تشوف انا في باكونت ليماج نتاعها محليها الطفله اما المره الجايه كي باش تعمل غوشيرش على حاجه تونسيه اعمل غوشيرش كامله باش تنبغى باهي توا باش نمشيو باش نستقبل